مشاهدي قناة شوف تي في، مساءكم سعيد ومرحبا بكم في برنامجكم الرمضاني فطور مع مشهور. مشهورنا اليوم ليس عادي، سفير التراث الشعبي عادل الميلودي. سي عادل، كنشكرك على قبول الدعوة ديالك ومرحبا بنا عندنا، مرحبا بنا في دارك. مرحبا. شوف تي في معروفة، شوف تي في راه مولا الدار، بلا ماشي بلا من بلا بلا مرحبا بلا ولا الدار داركم، ومرحبا بكم والدار داركم. لان خوكم الميلودي، كنقول خوتي المغاربة رمضان مبارك سعيد، وباش ما تمنيتو ان شاء الله الصحة السلامة العافية كل شيء ديال الله. مرحبا مرحبا أمنية. مرحبا بنا عندك ومساءكم سعيد ومرحبا بك على قناة شوف تي في. الله يحفظك، شكرا. لا يخطيك سي عادل، شنو الجديد ديالك؟ الجديد اللي غادي يخرج غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم هو الموفيطا والقنطاجات، وزاد كمل الوقت علينا، يعني زاد كمل المرض اللي هو الكوفيد علينا. هذا الجديد ديال عادل الميلودي، وكاين من موراه تيني يكون جيتي في ايامي انها حتى هو غيكون في هذه الايام ان شاء الله الرحمن الرحيم. يعني راه كاين الجديد، كاين الجديد وكاين الجديد. راه نتوما كما كتشوفوا كل اسبوع كنعطيوهم الجديد. يعني السيمانه في الاول ديال رمضان كنا خرجنا الاغنيه ديال الرحه، الرحى دور ودور قلوبك حلا ما تصفاش، بنادم ولا مزير وما عارفش علاش. الحمد لله بخير وعلى خير. دابا عندنا الموفيطا، من مور الموفيطا غادي يكون جيتي في، يعني كاين الحمد لله الجديد بما يفيد. هذا هو الواقع. مرحبا. زيد السي عادل، كيفاش كدوز نهارك في هذا رمضان؟ وكندوزو بحالي بحال خوتي، بحالي بحال خوتي المغاربه كيدوزو كيفيقو كيمشيو يتقداو داكشي اللي عطا الله، كيجيو راه مالين الدار كيصاوبو داكشي. الحمد لله راه هي الامنيه هي كتعاون، راه المراه راه معيشه نسيبه ديالنا، الوليدات هما ناشطين هانيين، ما عنديش غرام ديال المشكل معاهم. هذا هو الربح. شي انا مني وليداتي مجموعين عندي، ما عنديش غرام ديال المشكل. شي حاجه واحده اخرى ما عنديش مشكل، ولكن سي عادل الامنيه الله تجمعت معاك هذا العام. وهذا هو الربح عندي. اش كنقول لك انا، مني وليداتي مجموعين الحمد لله. العام اللي فات كان وليداتي مجموع، كانوا عندي جوج وليدات هما معايا. دابا مني البنت جات عندي، هاي ولا عندي ثلاثه الوليدات معزاز مكرم، والحمد لله. مني جات البنت راه بالخير ديالها، بالخمير ديالها، بكل شيء ديالها. هذا هو الربح الحمد لله. كيف ولات العلاقه ما بين امنيه والوليدات بجوج؟ هلا هي كيف كانت؟ راك عارف كانت غايبه عليهم. كانت هي غايبه عليهم، ولكن العلاقه تبقى دائما اخوه. اللي تبقى راه خوها، راه خوت هادو. كيفاش غتكون العلاقه؟ خوت راه دائما خو، راه ما يمكنش الخوت يسمحوا ببعضياتهم. راه خو هي عارفه، هو هي فاهمه، هو فاهم، والعميق فاهم، كلهم فاهمين داكشي راه ديال العميق. حتى هو فاهم العميق. انا هذا راه والله سيدي هذا العميق الى واحد انسان من اطيب خلق الله، اقسم بالله. هذا وليدي نكذب عليكم، عزيز عليا بزاف كاع، وظريف بزاف وبزاف. هذا هو الله. عندك كلمه دابا؟ مرحبا مرحبا عادل. كانت نايضه عليك واحد الهيله، واحد الروينه عادل. علاش كانت نايضه عليا الله؟ مش عارف علاش. امنيه على امنيه، على الاولاد، على الاولاد، على الاولاد ديال عادل ملوك. الامنيه اخوها اللي كيقولوا انا راه با هو عادل ملوك. الحمد لله منين الناس جيتوا غير على غفله، وجاوبت وليداتي على غفله. شي هادو هما الوليدات عندي، هما بثلاثه. شي كل واحد كيفاش كيجاوب، كل شيء ظريف، كل شيء زوين، كل شيء هناك. انا ما يشبعكش هضره، كذلك ايمن، كذلك امنيه، ما يشبعوكش هضره. هادو ولاد عادل الحقيقيين. ولكن هذاك الدري اللي مسكين، انا ماشي، انا راك عارف انا ماشي كن 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 انا ما كنعير حد. انا ما كنعطيش اللوم، كنعطي اللوم دائما للام ديالو، لان الام ديالو النهار الاول كتحيد المشاكل، ما تخليناش نوصلوا بزاف ديال الحوايج. والحمد لله مني عاش، وانا بقيت كندير فلوغات مع ولدي ايمن، وكندخل معايا العميق، وكندخل معايا امنيه باش يعرفوا وليدات عادل الميلودي. الحمد لله هادو وليدات وليداتي، اقسم بالله. لا انا كنحتارمهم، هادو ولادي، ياك هما خصهم يحتارموني، انا كنحتارمهم. هذا هو الواقع. انا علاش كنحتارمهم؟ حيت هما كيحتارموني وكيحتارموا راسهم. اذا هادو هما ولاد الوليدات، يعني الحمد لله التربيه حسنه. ما كتدخلوش. واش عمركم شي يوسف ولا ايمن كيهضر كيقول لكم لا وهذاك خينا قال ولا؟ ما عمرك ما عاد تشوفهم، لان الدراري مساكن بعيدين كل بعد على المشاكل. امنيه كانت عندها قناه، كانت عندها قناه، جات عندك لبنتي قالت لي انا بو انا ما بغيت لا قناه لا والو، وانا عجبني الحال. انا ما بغيتيش دير قناه، علاش؟ لان الهضره بزاف، وغتولي تفهمتي لي. واش غدير قناه اش من محتوى غتهضر؟ انا القناه ديالي ديالها، ما عندهاش غرام ديال المشكل، ولكن المحتوى اللي تهضر عليه ديال شات تبقى تنوض تهضر، يبقى المعيور والسب، لان بنادم ما عنده ما يدار.
هذا هو الواقع. اللهم من الاحسن هي جلسه مع با معززه مكرمه. وغنزيد نتدخل في شي وحدين اللي كيبغى يقول لك هو دير بنتك في الحاله المدنيه، اجي يا ولدي فهمتيني، اللي كيهضر معايا ولا كيدير بك شري ليها دار، واحد خيتك تشري ليها صالون، واخا ما كتعرفش دير صالون شري ليها صالون. بغيت نقول لهاد الناس اللي كيقولوا هاد الهضره هادي، اللي كانوا كي شنو نقول لك، كانوا ياكلوا كرواصه شحال في المحكمه وكانوا كيهضروا ينوضوا، دابا اللي كان شحال اللي كيهضروا حنا نديروا لك، هاللي من بلجيكا، هاللي من فرنسا، هاللي من الامارات، والهضره بزاف لا 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 لا. اذا فينكم؟ ويلا هيا هيا الشريفه الخفيفه مسكينه جالسه بوحدها هي وولدها، مالهم؟ شريوا لها الدار، لا خذوا لها الدار وشريوا لها الدار، وانتم معاك تهضروا. بنادم كيبقى يتدخل في المجتمع، كيتدخل في الاعراض ديال عباد الله وما بغاش يمرق. راه كاين شي وحدين خصهم بحال هادو، خصهم الاعدام من عندي انا، يبعدوا، ماشي غير مني انا، من بزاف ديال الناس. هما كيتدخلوا باش يديروا الاسيس ديالهم، كيتدخلوا في اي حاجه وحشومه عليهم، هذا هو الواقع. اما بالنسبه للميلودي هما وليداتي، ثلاثه د الوليدات كنموت عليهم، زوينين ظريفين، الله يعمرها دار، هذا هو الربع عندي انا، وما عنديش شي حاجه واحده اخرى من هادشي هذا. كلشي خاص يا هادي، انا عارف عليك صراحه، غنسولك اسئله جوهريه وتجاوبني بصراحه. علاش المده اللي قبل تعترف بامنيه، علاش ما كنتيش معترف بها؟ خوتي وليداتي، كانت كتجي عندكم امنيه ولا لا؟ شحال هي امنيه معكم؟ ها؟ من الصغر. الحمد لله، هذه كلمه بغيتك تقولها باش يعرفوها الناس. امنيه ما عندها شهرين وهي معايا. علاش ما بانش هادشي اعلاميا سي هادي؟ لا واد الاعلام، امتى بان الاعلام براسو؟ الاعلام بان تناضوا المشاكل. فاش ناضوا المشاكل؟ علاش نهار الاول ما صرحتيش بان امنيه راه بنتك وتهني السوق؟ حيت امنيه كانت مع امها، حيت امنيه كانت متيقه امها، حيت امنيه قالت كذبات على امها وكيسحب لها بصح، راه انا سامح في ذاك الدري وكنطالع عليها الدم عليا، هادشي علاش انا كنطالع عليا الدم عليها، حيت هي ما كانتش فاهمه. ولكن الحمد لله ملي فهمت، غير هاد الوقيته ديال الوقيته اللي كنقول لك انا، فهمتي، غير الوقيته فاش ناض الصداع، غير باش ناض. اما من قبل خصكم تعرفوا بان راه ناضت اختي، قالت لهم كانت كتجي عندنا، ناض خويا، خالتي، عمتي، سيده، ما خلات حتى حاجه في العائله ديالي، وهذه كتبقى بنتي وانا اللي مستعرف بها. انا كنقول امام العالم هذه بنتي، انا ما عمري ما نكرتها، ما عمري ما سمعت فيها. بحال شي وحدين كيقول لك لا انت شحال هذيك كتسبها وكتعايرها، لا ما كنتش كنعايرها، هي كنعاير واحد السيد كنت مدابز معاه شحال هذه وشدوا شي هضره بيني وبينه، ولا حوا زعما راه انا كنعاير امي، فهمتيني، كنقول انا هذاك اختك وندير لها لا فين، انا كنهضر مع واحد ديريك مداز مع واحد سيت شحال هادي، وكتعرفني انا مداز مع الفنانه عادي، ديك هضرتي بحال هكا، هما دغيا دخلوا امنيه ودخلوا لي امنيه. واخا سي هادي في نفس الاطار نسولوا امنيه واش انت كنتي عارفه الحقيقه، وعلاش كنتي كتخرج بدوك التصاريح الاعلاميه بديك الطريقه ان بابا ما معترفش بيا، مع العلم انك انت كنتي عارفه راه باباك وهو كان عارف. يعني انا مني شوف هذاك الوقت انا كان تيبان ليا باللي راه شحال من حاجه ما كانتش باينه، ولكن النهار اللي بان داك الشيء صافي راه جيت وليت في الصف ديال شنو اللي ما كانش باين؟ واش ماماك اللي كانت مغلطاك؟ شنو كان غلطك انك كنتي في صف واحد مع خوك؟ يعني كنت عارفه باللي راه حنايا راه نفس الاب عندنا وما معترفش بينا، وبغينا ناخذوا الحق ديالنا. ولكن من بعد مني عرفت مني ما كاينش داك الشيء صافي، انا التجأت عند الوالد ديالي وقلت له شنو كاين، صافي وليت معاه حيتاش عرفتو بصح راه كان مظلوم. دونك انت هذيك الساعه عرفتي الحقيقه بان الاب ديالك ماشي هو الاب ديال هذيك الساعه انا هاد عرفت الحقيقه، حيت كنت عارفها في الاول. انا ما عمري ما غنخرج وما عمري ما غنبان وما عمري ما غنطالب بشي حاجه وما عمري ما اصلا ما كنت غنخرج، ولو يكون عليا انا بوحدي كاع ما عمري ما كنت غنطالب لا بنسب لا حتى شي حاجه، حيت الوالد ديالي انا عارفه وكان حماق عليه، الله يخلي لي والله يطول في عمره، ما باغا منه حتى حاجه. واخا العلاقه مع ماماك دابا كيف دايره بصراحه؟ العلاقه الصراحه انا يا كيف ما كتعرف راه كيف ما كاين الحل، راه الوالده ديالي وعازي سوا راه خويا والعواشر هذه، وما كرهتش انا بحال هكا شي نهار نعيط ليها ونمشي نفطر معاها ويكون العلاقه مزيان، ولكن راه باقي شويه باقي شويه شنو اللي باقي مقلقه من مقلقه مني انا. المده كامله ما حاولتي زعما تصلحوا الامور؟ هي الام ديالك مقلقه منك، ما مقلقاش من راسها بنتي، هي ما مقلقاش من راسها، انت راك بنتها انت، راه انا كنقولها قدام خوتي المغاربه، شوف يا بنتي هذيك راه امك وهذاك راه خوك، راه من حقك تمشي في اي ساعه، راه ما يحبسك حتى واحد، حتى واحد يقول لك ما تمشيش، عندك الحق تمشي عند امك، ولكن امك علاش غتقلق منك؟ راه امك هي الغلط، عرف حشوم عليها. السيده بنتي شنو قالت؟ جات قالت لي الصراحه با اللي كان واللي كان واللي كان بنتي
معززة مكرمة. وأنا سألك سمغال سألك ما كنتش كتغلط، أنا كان طالع لي الدم على بزاف ديال الحوايج هي عارفة. ولكن الأغلب صراحة السعيد اللي قلت لك قبل تخرج الخبرة شكون هي؟ آه قبل ما تخرج الخبرة انا عاد جيت قالت لي انا عاد جيت درت الخبره وعاد جيت المسائل يعني شوف انا حتى انا نهار وكنقول لهم الناس هذيك راه بنتي العالم كيعرف هذه القضيه جنتي شي فاطمه الزهراء شوف في اللي قبل ما يكون شي عارفه بان امنيه بنتي عارفه ماشي غير فاطمه الزهراء اللي قادر تعقل على وقادر شوف في حتى هو عارف بان عندي امنيه انا عليه العالم بان عارف امنيه بنتي العالم فهمتيني ماشي عاجه منين تصدع هاد الناس مساكن غير ما كانوش عارفين كانوا كيقولوا كي لا راه هادي راه سمع انا ما عمري ما سمعت فيهم ما عمري ما سمعنا انا شوف انا واحد الاب كنحب ولادي كنحماق على ولادي ما كنبغيش ولادي شوف انا ولادي ما بغيتهمش يديروا شي حاجه بزاف ديال الناس كيديروا ما بغيتهمش هما يديروا هاد ولادي خصهم يحترموا الكبير ولادي يحترموا اي حاجه ولادي بغيتهم يقراو مزيان ولادي بغيتهم يكونوا زوينين ولادي ما يدخلوا شي حاجه اللي ما اللي ماشي شغلهم فيها تعال هذا اقسم بالله هذا العميق والله ما وشوف وشخصيته بوحده يعقلوا بوحده هذا تضرمك وخا شغلوا هذاك هذاك لا شي حاجه ما ونيشان صراحه ما فيش كذوب هذا هو الواقع ايمن كذلك ايمن مسكين ايمن عنبورك فهمتيني ايمن الفسكاشيو الضحك واللعب والرواق ولكن احترام احترام تام هذا هما الوليدات امنيه انت شي كتهضر مع مسكينه كتهضر راه تدخل كتهضر مع مؤدبه السيده كتهضر بالاداب وانا بابا هنا الدراري مؤدبين هادو هما الدراري اللي كنعرف ماشي غادي يجي واحد مسكين ما فهمش راه باين عام من الام ديالو غادي الام ديالو كذبات عليك ولدي وانا مالي حتى كذبات عليك صافي المهم دابا انا ماشي كنهضر عليهم الله يسهل عليهم الله يعاونهم انا ما بالعكس انا ما ما ما, ما عندي معاهم تكرم ديال المشكل لا انا بغيت غير حاجه واحده واخا كتبقى عندك مهاب انت سي هادي زعما ما تقدرش تحاول تصلح الامور اخرها مو. مثلا وتصلح امور هي تبقى مثلا تجي تشوف بنتها في هنا ولا في مكان اخر مرحبا بها ما تكونش العداوه ماشي انا ما عنديش لا ملعزق انا ما عنديش العداوه اش من العداوه عندي معاهم صاحبي انا مرحبا انا كنديت ديك النار ديتها انا راه روينا نهضتها سي عادي وديتها انا ماشي عليا انا بالعكس انا مرحبا بي انا كنقول لك اه لا الكبيره الشريفه الخفيفه مرحبا بك مرحبا والدار دارك انت ولدك مرحبا وجي شوفي بنتك قدامنا زي بنتي شوفي بنتك هذا هو الواقع راه بنتك هذه اللي كان يعني مع بنيه راه مزوج ما مكنتش مزوج بها انا راه واحد الانسان بحالها بحال اي والناس نضروني غير انا ما كنسمعش ولادي نهار اللي تولدت البنت هي معايا فهمتيني راه ما شوف ما نعرف والله اعلم راه ما كيعرفوا شنو كيديروا اما انا هي كان بيناتنا واحد النهار واحد ليله ولا ثلاثه الليلات ولا 10 الليلات والله اعلم المهم داك الشيء راه ديال الله كنا صغار ما كناش كنعرفوا غلطنا ما عندناش مشكل ديال الغلط وانما الغلط شنو جاب الغلط جاب بنت ها هي قدامي انا اذا انا قد بيني وبين الله سبحانه وتعالى ما عنديش غرام ديال المشكل هذا هو الواقع الزاني والزانيه 100 جلده كي هي كاينه هذه القضيه هذه ما عندهاش غرام ديال المشكل ويديروا جلده وحده وحتى واحد ما يبقاش هذا المشكل واش كاينه ما كايناش كاينه هذا هو الفري انا نهضروا نيشان هذا هو نيشان واخا ما عاتبتيش امنيه لقيت اللي بدوك الخرجات الاعلاميه الكثيره ديالها صراحه مسكينه هي ما قالت حتى شي حاجه انا باقي عندي الاوديوات كاملين هضرات كتقول لك بابا الله يعمرها دار راه من هنا هو الحمد لله الحمد لله لا كيعطينا انا عارف كيفاش انا فاهم لان ما يطلعوش ليا الدم لان هذاك اللي كاين مسكين هي راه شوف راه عانيه دابا انت دابا هي مثلا هو هذا خو هذا خوها نجي نقول لها دابا امنيه دا راه ماشي خوك هذا راه ما هذا راه ما عنده حتى علاقه بك انت يا بنتي وهذا راه ماشي خوك هتحماق اقسم بالله تتحماق كيفاش بغيتي راه نورمال تخرج وتسب وتعار ولا وحشومه وهذا راه خويا خصنا ناخذ حقنا خص النسب انا كنطالبوا بالنسب من حقاش هضر ولكن بوا مسكينه ما عرفاش بوا مالو ها بنتي ها قدامنا قال يعني في المحكمه هي كانت جالسه في المحكمه القاضي والقاضي كلشي جالس قلت لهم هذيك السيده راك هذيك السيده راه بنتي هذا راه ما كنعرفوش قلت لهم هادو هي هذه راه قلت لهم راه المهم ها امام القاضيه هي جالسه قلت لهم هذه كاينه ممكن انا ما كنعرفوش انا ما كذبتش قالوا لي لا قلت لهم مرحبا حيت انا عارف شنو كاينه صاحبي انا كنعرف وانا اكثر واحد كيعرف ديك الشريفه الخفيفه شنو كتسوى راه ما يعرفها حتى واحد قدي يا ولدك ولدها ما يعرفهاش قدي انا راه انا اللي عارف هذيك مالها وكنعرف شنو كدير شنو كانت كدير وانت عارف السي عادي المراه وارتكبتي معها غلط ما يدارش الغلط راه هي اللي ارتكبت راه هي كبر مني راه ماشي انا كبر منها راه هي ارتكبت معايا الغلط باش فهموا هذه القضيه راه هي اللي كبر مني
فهمتيني انا راك باقي صغير زوين شباب كنت غادي فهمتيني بحال شي نواره بلا طبوغيز بلا الزين قالت راه عنده الزين عنده الحمام ديرو في داره ولات معايا حمامه ها الحمامه معايا وبقات هي في داره اش غندير لي انا داكشي راه ديال الله واخا سي هادي الامنيه شنو بان لك في الكلام ديال سي هادي هو الكلام حقيقي راه هادشي راه هو اللي كان شنو النداء اللي كتوجه للوالده ديالك النداء اللي كنوجه ليها راه كيف ما كان الحال كتبقى الوالده ديالي وكيف ما كان الحال عزيز راه خويا وانا راه ما دايره انا راه درت غير داكشي اللي خاصو يدار وراهم عزازين عليا بزاف وما كرهتش يرجع داكشي كيف ما كان في الاول يعني انا راه ما درت شي حاجه خايبه انا كيف ما كان حتى هي ما تبغيناش نخبي عليها شي حاجه جاي الا عرفت شي حاجه راه غنمشي غنقول ليها شحال ديال المده ما تكلمتي معها لا معها هي ولا مع عزيز تقريبا تكون شي 6 شهور بحال هكا قدرت شي في التليفون لا كاع لا شنو بالك حيت صونيت واحد المره ولكن ضروري قالت لي ضروري خصني لا بغيت نهضر معاه ولا بغيت نمشي عندها نتصالح مع خويا هو الاول صافي من تما ما عاودتش هضرت معاه شنو بغيت تقول لنا زعما عزيز قاطع العلاقه زعما عزيز خصك تصلحي مع العلاقه هو اولا عاد توصلي للوالده ديالك تنصلح العلاقه مع عزيز دونك عزيز بمعنى هو اللي كيحكم في الدار هو اللي كيحكم الحكم هو اللي راجل في الدار هو هذا هو الواقع راه هو اللي حكم اشوف انا بغيت دونك علاش هاد العلاقه دابا امنيات قبل هنا الحمد لله ملي هي امنيه كتهضر بالفم ديالها امام خوتي المغاربه خصهم تعرفوا هاد القضيه بان انا راه ما عمري ما كنت ظالم انا السيده هذه بنتي راه كنعرفها خلوقه مأدبه بزاف هذيك الام ديالها علاش 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 تقول لي بحال هاد الهضره مثلا انا راه يبقى فيا الحال شي انا تقول لي لا تهضر مع عزيز تهضر معايا انا ما نعرفكش ما تبقايش امي انا كاع اقسم بالله تقول لي امي بحال هكا ما نعقلش عليها لان الامومه ماشي لهاد الدرجه شوف الشريفه الخفيفه خاصها تفهم بان السيده راه جات هضرت مع باه اللي هو انا راه ما مشاتش عند واحد في الزنقه ولا ما عرفتش مشات وقالت لهم الهضره جات هضرت معايا قالت لي الوالد ها اللي كاين واللي كاين واللي كاين واللي قالت لي يعني شنو هي علاش جات النيه ديالها النيه الحسنه ديالها لان هي نيه جات باش تقول لهم بان انا صافي ما عندنا ما نديروا الصداع حبسوا علينا هذا الصداع هذا صافي بركه راه الناس تشوانا في المحاكم تبهدلنا في المكان تقول لهم بحال هكا تبهدلنا في المحاكم تشوانا راه العالم ولا كيجي كيسب من هنا وشي كيعاير من هنا بنادم دار بالفلوس على ظهرهم الادسنس مدخل عباد الله بنادم كيسب وعاير فيه في الاعراض ديالو وكيقذف فهمتي باغي عا يدخل ولكن مين وصلنا للحقيقه انا الحقيقه كنعيشوها دابا الحمد لله كنعيشوها مع بريريت ديالتي كنعيشوا الحقيقه الحقيقه هو ان امنيه بنت الخير بنت الناس بنت باها حقيقيه اذا هذه البنت هذه انا بعدا كيعجبوني الاخلاق ديالها فهمتيني راسها يكون فيه اللي بغى يكون وانما انا كيف كنحس بها كنعرفها كاينه سالينا الام ديالها اللي صدر مع بنت بحال هكا باينه فيها براءه بريئه بزاف اقسم بالله راه ما هي خرجت عليها انا نهضر مع دابا ما نهضرنيش راه الام ديالها هي اللي خرجت على هاد البنت هادي راه بعد دباسه في الحياه ديالها ما هناساش اين ام هادي اين رضا ديال هاد الام واش هادي ام هادي دايره بحال داك الام اللي تزوجات بصاحب بنتها اللي كاين هاد الايامات داك اللي تزوجات به حيدات البنتها ودات راه شكون بغات دير لها راه ما كرهش يكون عندها شي راجل حتى هي ودي لها انا من هاد المنبر انا داك السيده اصلا شفت السيده كان بيني وبينها واحد العلاقه ديال الفساد بيني وبينها هي إيه علاقه فساد ما بقاش بيناتنا علاقه فساد اذا السيده بلا ما تسنى الطمع في شي حاجه واحده اخرى لان ما كاين حتى شي حاجه واحده اخرى الحمد لله امام خوتي المغاربه الدريه هي بنتي وجالسه مع باها اللي هو انا وما خصها خير وبخير وعلى خير وما شوف الا هي قالت كدي مرتاحه غرد مرتاحه بصح وخليني عابيني وبين بنتي شوفها بنتي مكرمه ما صدقاتش من الاخر وانت سمعتي وانتم خوتي المغاربه كاع سمعتوا الله يهديهم كلشي ديال الله واخا سي هادي الكلام الاخر باش تسدوا هذا الموضوع شنو هو هذا الكلام الاخر شنو الكلام الاخر باش تسدوا هذا الموضوع هنا كلام الاخر حنا كلامنا ديما حنا عندنا هو الاول هو الاخر سي هادي بعد ما تكلمنا على القضيه ديال الام ديال الامنيه بما فيه الكفايه ندوزوا لاسئله اخرين مرحبا لاحظنا في هذا رمضان عده افلام وعده سلسلات اشنو رايك فيهم سي هادي او ديجا اللي جينا نهضروا على الحموضه كاين الحموضه وكاين غنضر واحد القضيه هو ان انا ما يمكنش ليا يعني نعاير ممثل ولا نعاير ولا انه ما عرفوش يمثلوا ولا شيء انا كيبقى فيه الحال هو انه مساكن كيضربوا تماره فهمتيني انا كنقدر نهضر على داك خينا المخرج ولا على داك المؤلف ولا داك يعني داك الشيء عندهم مبهدل
ويقول لك انه كل فنانه الله يعمرها دار فنانه كاملين قال لك يمثلوا المساكن كيف يقص الصباع ويديروا الادوار لانهم هذه فد الوباء خصهم يدبروا على راسهم باللي جاتهم مرحبا والف مرحبا. هذا ولو عادني اللي كنشوفوا فد مؤخرا ولا كنشوفوا وجوه جديده جايه فابور. انا على يقين بان كتلقى وجوه جديده جايه غير فابور جايه فابور اجي تمثل مرحبا المهم عندك الدور دان طن طن صافي دوز التلفازه. الناس اللي هما على بال واحد ديال ولد حديد دان مشوش هاد الخطر مشوش حديد دان واحد ماشي داك الصغيور المهم واحد ولد حديد داك يقولوا لولد حديد دان اللي في مراكش هذاك علاش ما يبانش هذاك ممثل خطير. هذاك ممثل عنده طريقه ديال التمثيل بحال كاع شي واحد كيعزف عنده طريقه ديال العزف هذاك عنده طريقه ديال التمثيل ديالو خاصه. انسان زوين انسان كيعرف بزاف ماشي غير بزاف منهم ولكن علاش حيدهم هذوك حيت بغاو الفلوس. هما جابوا اللي غينصبوا عليه باش المؤلف يدي وداك المخرج يدي وداك اللي غير اللي كيبيع الحلقه بشحال الله اعلم كيدي. واحد كاميرا خفيه شنو بان لك فيها؟ عادي شوف انا والله وثيق بيا اقسم بالله الكاميرا كاشي ما كتفرجش فيها اصلا لان ما ولكن كتسمع عليا وعارف عليا وي نقول لك انا نقول لك كيفاش علاش ما كنتفرجش فيها؟ لان كنتفرج فيها ما يمكنش ما نكونش ما كنتفرج فيها كنتفرج فيها وكما قلت علاش؟ داك اللي كيدير كاميرا كاشي ما عندوش افكار معيانه ومبهدله شوف الله يعز الكاميرا كاشي ديال تونس انا كنقولها من هنا كاميرا كاشي ديال تونس. والخطا في القناه ولا الخطا في ولا القناه ما شوف القناه كدير القناه راه كتشريها صاحبي القناه شنو غدير؟ القناه مسكينه ما عندها ما دير انت عندك عمل مرحبا فهمتيني لا القناه ديال دوزيم ولا الارتيم ما القنوات مساكن ها كياخذوا المول علاش هما ثاني نقول لك بزاف ديال الناس حيدوهم الدوزيم لان ملي بحال كيبيعوا لهم الحلقه. اشوف انا اللي كيبان لي باقي الان احسن واحد هو حسن الفد رغم انه كيما تخيتي ناس كتهضر نصب عليا ودار كذا شغل وما دار ماشي شغل المهم كان كنهضر على حسن الفد عنده افكار وانا الباقي كامل يعني الى هذاك مشى تابع الحلقه ديال دوزيم كيسال. اما هذو اللي باقيين كيخربقوا هذو كيخربقوا كيبانوا لي وكيتعدوا على الممثلين كيفيقوا من الصباح وينوضوا يضربوا تماره وقيامك على ونوض وعاود اللقطه وزيد اللقطه وقول على لقطه مزيانه قبل ما تعاود لقطه مزيانه حيت الحاجه المزيانه ما كتعاودش دير على القيطه بقى غادي الله يهديهم وين شوف تخربيق من الاخر. زيد سي عادل نتكلموا على اليوتيوب المغربي. سي عادل نتكلموا على اليوتيوب المغربي مالو الضجه ديال نزار نادى اشوف اخويا هذوك هما الممثلين الواعرين بانوا لي انا هذوك هما اللي كاينين خصهم يكونوا في التلفاز هذوك بغاوهم الناس بغاو نادى بغاو بغاوهم حيت دايرين البلباله حيت كاين التخربيق في اليوتيوب فهمتيني. وهاد الساعه هادي الا درتي الا خربقتي غتربح اي تخربيقه دوزها في اليوتيوب غتنجح ليك خاصك تخربق كتعرف تخربق ايوا الا عرفتي تخربق نوض كذب شي كذبه ودير له مع عنوان غلط يدخلوا عندك المهم اللي المشاهده والادسنس طالع وكل شيء مدبر على راسه فين كاين المشكل. علاقتك بالملولي الله يعمرها دار حسن نادي حسي الله يعمرها دار اش هادو خوتي انا كذبش عليك. لا علاقتك بهشام ملولي الله يعمرها دار انا نوضنا انا ويا شوف اليوم زول ما كانش كيعرفني ولكن تلاقيت معاه مشيت ديت ولدي الله صالي تريني تلاقيت مع الملولي عرفت وقال لي اخويا عادي راه انا واحد الانسان راك عارف الادسنس كندبر على راسي من هنا من هنا باش عجبني انه ما عايرني اما شي حاجه واحده اخرى كيبقى الملولي راجل الله يعمرها دار ولد عائله ولد الناس نادى حسي كذلك الموت عليها خويا نزار رجوله من الطفوله هاد الثلاثه هادو وواحد خينا كنموت عليه بزاف كاع هو السي عبد القادر الخراز راه عزيز عليا وبزاف هذا هو الواقع ما هادشي كامل دونك هادي اليوم انت مع الملولي كتقول الله يعمرها دار وما عمري ما كنت ضد الملولي انا فاش كنت ضد الملولي راه كان بيني وبينه واحد اربعه الحلقات الخمسه الحلقات شافونا الناس صالحنا واش بنادم صالح ما كنا ندوز معاه ما يمكنش هذا هو الواقع الانسان راه مسكين هو يهضر غير بكلام الخير وكلام الخير راه كيبغي كل شيء. انتخابات السي عادل انت كتصوت ولا ما كتصوتش؟ كنصوت انا شوف انا شوف انا نهضر معكم نيشان انا اللي بغاو يديروا رئيس حكومه من هنا يديروا رئيس حكومه يديروا عبد العزيز اخنوش هذا هو الواقع. الا بغاو يديروا رئيس حكومه وتكون البلاد مزيانه يديروا اخنوش. انا كنهضر من هنا كنقول الا بغاو يسمعوا لي الهضره الا بغاو يفهموا غيبقى يقول كلا اخنوش لان اخنوش انسان ود الخير وشبعان ما عنده ما يدي لك عنده شنو يدي لك ما يتسناش ديك 7 المليون ديك تعطيها له 3 المليون ما يتسناهاش. هذاك السيد غادي يتعاون مع ولاد الشعب وإلا عرفنا اللي بان هذاك السيد هذاك راه كاين انا اقسم بالله الا كنهضر كنقول لك راه كاين السي عبد العزيز قنوس كاين وماشي غير كاين وبالجهد هذاك اللي درتو رئيس حكومه راه المغرب كله غيولي مزيان هذا هو اقتراح ديالي ولا هم واسع النظر هذا هو الواقع. سي عادل
نتحدث على فريقك المفضل الرجاء البيضاوي يمر من أزمة مالية خانقة جدا، شنو رأيك في الأزمة سي هاديل اللي ما قدر حتى شي مسؤول يفكها؟ وعلى حسب داكشي قبل لي راه لأن الأموال طائلة، أموال طائلة اللي واحد في الرجاء البيضاوي أموال طائلة، واللي غادي يعطي هاد الأموال راه ما كاينش، وحتى إلا كان شي واحد راه غيدخل غير نصب، غينصب ويدي يزيد يدي لهم عاوتاني يزيد يغرقهم، مشاكل اللهم من الأحسن تيلقاو شي واحد اللي هو الحل. الحل ديالهم هما أنا من عندي، أنا عندي على وجه على اللعابة على وجه الناس اللي كيحبوكم غامروا معنا، حنا بغينا الرجاء البيضاوي اللي كنعرفوا الرجاء البيضاوي، هذا هو الواقع، حنا ما كنعرفوا لا مسؤول لا حتى شي واحد، كنعرفوا فريق الرجاء البيضاوي. يا هذاك اللي المدرب ديالو ولا اي حاجه يعني كلهم يتعاونوا مع الرجاويين ويعطيونا الفرجه ممتعه، نعرفوا الرجا الفرجه كتفرج حتى لا شوف الازمه راه دازت من فرق عظمى، برشلونه دازت فيها ازمه، مدريد دازت فيها ازمه، ماشي غير الرجاء البيضاوي، اذا هاد الناس يعرفوا يحلوا الازمه بشويه شويه، ولكن عطيونا فريق اللي كنعرفوا حنا من شحال هادي اللي هو الرجاء البيضاوي اللي ما عمره ما حشمنا لا في القارات كاملين ديال شوف تي في. هذه هديه من عند خوكم عادل الميلودي، كيقول لكم واحد القضيه، الشعب المغربي قاطبه من الحداده للحداده لا جناوه لا فراده، كنقول لكم واحد القضيه خوتي، العواشر هذه ثقوا بيا العواشر، انا يقدر يطلع لي الدم قدام، انا كنت نيرفا مباشره، كنقول داكشي نيشان لان اللي في الانسان هو اللي في القلب، وكنقول اللي كاين، انا بغيت غير خوتي المغاربه اللي هما الله يعمر دار ما يحاولوش يتقطعوا في رمضان هذا، ما يتقطع حتى واحد، حتى واحد ما يدز مع خوه، راه حتى واحد ما كيدز مع شي واحد حشومه، خوك عاونوا القضيه باش تعاونوا، ما القضيه باش تعاونوا عطيه اتساع، بقاو خوت، حنا دائما مغاربه كنبقاو خوت، ما نخليوش الناس وحده، خلينا نشوف هاد الوباء من هاد الوباء خصنا نتحدوا، ها انتم راه كتشوفوا بعينكم شتوا بعينكم بان طلبتوا مطالب الحكومه باش يخليونا التراويح، ما بغاوش يديروا لنا حتى شي حاجه، اذا حنا ماشي غنكونوا ضدهم لا، غنكونوا غير مع بعضياتنا، فهمتيني؟ هذا هو الواقع، انا نجي نصلي عندك وانت تجي تصلي عندي وانت تجي كل عندك وانت تجي فطر عند خوك وانت تجي تعشى مع هذاك وانت خصك شي حاجه نعاونوك، هذا هو اللي بغينا نكونوا خوتنا المغاربه يكونوا بحال هكا حقيقيين من عند خوكم عادل الميلودي، انا اقسم بالله براس ولادي الا كنحبكم ولوجه الله كل شيء ديال الله، شكرا سي عادل، كل شيء ديال الله، مرحبا.